اهلا بيكم معانا في lessons share.com. احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الدبل وشرحناه بالتفصيل وعملنا برنامج وعدلنا على البرنامج. المرة دي هنتكلم عن تايب ديسيمال. ديسيمال هو نوع من انواع الفاريبلز، بيتحط فيه فاريبل عادة بيبقى يعني بيستخدم في الامور المالية. اشمعنى بقى الأمور المالية بتبقى حساسة جدا ودقيقة، بتحتاج ان ما يبقاش فيها اي بيانات قابلة للحذف. يعني انا عايز احط مثلا كذا رقم بعد العلامة، انا عايز احطها في مكان يبقى سيكيور جدا، ابقى مطمن قوي ان ما فيش اي رقم بعد العلامة هيطير، سواء بقى الميموري كانت صغيرة، حصل حسابات معينة أدت إن جزء من الرقم يطير. أنا عايز أطمن وأبقى متأكد كويس جدا إن مفيش أي حاجة هتحصل من هذا القبيل، فبستخدم ال variable decimal. ليه ال decimal بياخد 29 رقم بعد العلامة؟ وعادة هو ما بنيجي نكتب الرقم بتاع القيمة اللي بتتحط في الخانة ديسيمال، بنحط بعدها ام، حرف ام. ام دي بترمز لماني. انا طبعا ممكن استخدم ديسيمال في اي حسابات حتى لو مش ملاش دعوة بالفلوس، لكن انا بقول على الاستخدام الشائع. برضو العمليات الساينتفك بتاع التجارب ونتائج التجارب بتبقى برضو محتاجة تتسجل بدقة شديدة، فالديسيمال برضو بيبقى خانة مناسبة جدا لتسجيل الأرقام دي فيها. فبالتالي يعني هو عشان كده هو الديسيمال مش شائع، لأن المجموعة دي من البرامج يعني ما هياش متداولة قوي، لكن احنا لازم نبقى عارفينها ولازم نطبق عليها، بحيث ان احنا ايه لو احتاجنا نشتغل عليها في يوم من الأيام نبقى عندنا دراية كافية. فالاول السطر دوت انا بحب اكتب فيه عنوان البرنامج بتاعي، فهكتب فيه ديسيمال. وطبعا احنا مستخدمين كل الحاجات اللي احنا تعلمناها سلاش تي سلاش ان والاشكال دي. بعدين عايزين نعمل ايه بقى؟ البرنامج بتاعنا بسيط جدا، احنا هنعمل ديسيمال لبرايس، برايس يعني سعر، وهنكتب فيه سعر حاجة يعني مثلا 20 جنيه، خليها 19.95 زي ما المحلات بتعمل. هنكتب بعدها حرف ام، انا بأكد عليه ان ده ماني ما تخسرش منه ولا اي حاجة. تاني حاجة هكتب ديسيمال ديسكاونت يعني تخفيض، اقول التخفيض ده مثلا بنسبة 15%. وبعدين هكتب ديسيمال ايه الديسكاونتد برايس، يعني انا عايزة اشوف السعر بعد الخصم بيكون ازاي. طبعا السعر بعد الخصم بيبقى عبارة عن القدر الخصم دوت، يعني انا 15% بتوع 19.95 مطروحين، يعني القدر من الخصم ده مطروح من السعر الاصلي، فبالتالي هيبقى السعر الاصلي برايس ماينس القدر من الخصم اللي انا معرفش هو هيبقى كام، اللي هو بيبقى عبارة عن ايه، بيبقى برايس برضو مضروبة في الديسكاونت. خلينا نشرح تاني. هو الاول فالبريزيدنس في العمليات الحسابية بتقول انه بيحسب دايما القوس الاول، هيجي يضرب برايس في ديسكاونت، هيضرب 16.95 في 15%، هيطلع له عدد الجنيهات اللي هي بتاع الخصم. يعني انا لو عندي قميص ب100 جنيه وقلت ان الخصم 10%، الخصم 10% يعني كام؟ هضرب 10% اللي هي 10% في 100 في 100 اللي هي سعر القميص، هيطلع 10 جنيه. طيب لما احب بقى اقول يعني القميص ده كده هيبقى بكام بعد الخصم، اروح طارح ال10 جنيه دي من 100 اللي هي السعر الاصلي، هيطلع لي 90، يبقى هو ده سعر القميص بعد الخصم. ده اللي احنا عملناه هنا، هو السعر بتاع الحاجة كان 19.95،
الخصم عليها 15%، ضربتهم في بعض طلع لي القيمة بتاعة الخصم، طرحتها من السعر الأصلي فهيطلع لي السعر بعد الخصم discounted price. خلينا نراجع برضو ان احنا قلنا ان المعدات الحسابية دايما بتتحسب من اليمين للشمال، يعني انا باجي اعمل الاجزاء اللي عليها precedence اعلى وبعدين انفذ وبعدين احط في النهاية في الجزء ده، بحسب الجزء اليمين الاول وبعدين بحطه في الجزء الشمال. نكتب بقى right line، احط فيها the price after discount is، واعمل بلس واقول discounted price. عايزين تحطوا slash n بعد الجملة دي عشان تبقى واضحة مقروءة. ان رن في ايرور. احنا نسينا هنا نحط ام. دي ملحوظة مهمة جدا، انا لازم في الديسيمال لو ما كتبتش حرف الام ده بعد الرقم، خصوصا لما يكون الرقم عشري يعني 19.95 جنيه، انا لو حطيت الرقم هنا صحيح مش لازم احط ام. لو حاطط مثلا 15 او 20، لكن طالما هو 10 انا لازم احط حرف الام ده. دي كانت كويس يعني انها ظهرت الايرور دي عشان نتعرف على المعلومة دي. The price after discount is 16.95 75. هو هنا حط النيو لاين في نهاية السطر وبعدين حط ده، لان احنا طبعا حاطين بلس مش كومة، بيبقى في فرق يعني في طريقة اظهار السطر لما يكون فيه بلس. طيب احنا عاوزين دلوقتي ان البرنامج دوت هنعمل برنامج تاني برضو على الديسيمال بس يكون معقد شوية عنه، عشان تبقى يعني لما بتنفذ حاجة صعبة انت بتفهم الموضوع اكتر. ففكرة البرنامج ان احنا عندنا وديعة نحطها في البنك، فرضا 1000 جنيه، البنك بيديني في السنة 7% من قيمة الوديعة، فعلى كل سنة هيحط لي مبلغ، وبعدين السنة اللي وراها هيحط لي 7% من المبلغ اللي كان موجود السنة اللي قبلها. يعني هو المبلغ في أول سنة زاد، فرضا هنقول زاد 10 جنيه، فتاني سنة هيحط لي 7% على 110، وبعدين تالت سنة هيحط لي 7% على المبلغ بتاع السنتين، وهكذا. فاحنا عاوزين بقى نعمل برنامج بيعمل الأمر دوت، وعاوزين نشوف ايه اللي ممكن نعمله بعدين نحسن منه. فهنشيل ده. هو انا كنت كاتبه البرنامج فانا هاخده بيست وهنشرحه مع بعض. يعني اول حاجه ديسيمال اماونت ب 1000 جنيه، شايفين 1000 وبعدين ام. انا ممكن اشيل ام لان 1000 دي رقم صحيح، بس احنا يعني خلينا كل مره نكتب فيها ديسيمال نحط حرف ام في اخر الرقم عشان ما ننساهوش ابدا. تاني سطر ديسيمال ريت اوف ريتيرن اللي هو 7%. على مدار 5 سنين عملنا ييرز، دي عملناها فاريبل وخليناها تاخد قيمة 5. بالنسبة للسطر دوت هو مجرد بس بيعرض معلومات عن البرنامج، هو بيقول ان المبلغ الاصلي كان كذا اللي هو 1000، والمبلغ وبعدين العائد عليه العائد كام 7% على مدار 5 سنين. شايفين بقى ال5 سطور دول ينفع اخليهم سطر واحد؟ لا ما ينفعش. ليه؟ اولا انا هاجي هنا في اول سطر القيمة دي بتتحسب في نهاية السطر، تمام؟ بنحسب من اليمين يعني بنحسب اليمين ونحطه في الشمال.
فهنيجي طبعا القوس بياخد أولوية، فبنضرب amount بنضربها في rate of return اللي هو ايه الاماونت دي اللي هي القيمة الأصلية اللي هي 1000، بنضربها في rate of return صح اللي هي العائد بتاعي، وبعدين بجمعه على الاماونت الأصلي. يعني دلوقتي هو هيضرب 7% في 1000، يعرف الـ7% اللي من 1000 دول كام، يطلعوا رقم هيحطه مع amount، يجمعوا على ده ويحطه هنا. كده طلعنا المبلغ بعد أول سنة. طب بعد تاني سنة هيجي هنا، دي هتنزل هنا وهنا، دي هتتضرب في 7% وتتجمع على القيمة اللي نزلت من أول سطر، وبعدين تتحط في هنا وهكذا. يعني هيجي هنا دي تنزل هنا وهنا وتتضرب في 7% وبعدين تتجمع على اللي نزلت من تاني سطر، وبعدين تتحط في التالت بقى هنا وهكذا. انا معايا كل سطر بيحسب كل سنة، وبعدين في النهاية دي بتبقى اخر قيمة اللي هي بعد 5 سنة، هي دي اللي بتتعرض معايا هنا. يعني انتم ممكن بالورقة والقلم كده تمسكوها تقعدوا تجمعوا وتضربوا عشان الموضوع يبقى واضح شوية. في النهاية احنا لما نرن هيجي بيقول لي الاوريجينال انفستمنت اللي هو الوديعة الأصلية 1000 جنيه، الديت ريت اوف ريتيرن ب7% على مدار 5 سنين، الفيوتشر فاليو هتبقى كام اللي هي بعد 5 سنين ان شاء الله هتبقى 1402، ومعايا كام رقم بعد العلامة كتير اللي بس. فالبرنامج ده فرصة كويسة جدا ان احنا نعدل عليه وناخد اول رقمين او اول 3 ارقام بعد العلامة. هنا بقى لو ناخد بالنا، هو القيمة بتاع الفلوس مش هتتغير في خانة الديسيمال، انا ما طيرتش منها اي حاجة، انا بس هعرض منها كام. فهاجي هنا هعمل كيرلي براكتس وهكتب، هشيل طبعا البلاس، هعمل كوما، ويعني يفضل لو شلت بقى البلاس دي خالص، وهكتب هنا ايه بقى، اقول ان رقم 0 بعد الكوما هياخد الفورمات اللي انا هكتبه دلوقتي. الفورمات اللي انا هكتبه دلوقتي انا مش عارف العدد الصحيح بتاعي، انا عارف ان هو كان 1000 في الاول، بس هو زاد بنسبة قد ايه، هل هو بقى 4 ارقام، هل هو بقى 6 ارقام. طب انا هحط العدد الهاش دي يعني اللي هي هنا على حسب، هو المفروض يطلع كده. ف مادام انا مش عارف، هو في فورمات مخصوص للفلوس سي شارب عاملاه وبنكتب رقم حرف سي، وهو بيبقى عارف ان الحرف سي ده كده معناه ان دي فلوس، فخلاص بيتعامل معها معاملة الفلوس. تعالوا نجرب، بس هو بيتعامل باليو اس دولار طبعا، فهنتغاضى عن الامر دوت. هو حط كوما بسيطة بعد اول 3 ارقام، وبعدين حط الواحد بتاع الالف، وهنا عرض لي اول رقمين بعد العلامة. انا مش محتاج اكتر من كده لما اكون عايز اعرض تمن حاجة يعني. بس هي مشكلة النقطة دي بس، يعني حرف السي ده ان هو بيتعامل باليو اس دولار مش بيتعامل بالجنيه المصري او اي عملة تانية. فلو تغاضينا عنها نقدر نسهل على نفسنا. لو انا عارف مثلا، انا هنا عارف ان انا عندي 1400 وشوية، خلاص هعمل هاش كوما هاش 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 دوت هاش هاش. انا عشان عارف ان هو هيبقى شكله كده وان هو مش هيزيد عن كده خلاص. لكن لو انا عندي رقمين اصلا يعني 21000 وكذا، فانا حاطط هنا هاش واحدة كده، هو هيعرض لي في 21000 دي هيعرض لي واحد، وهيطير الاتنين مش هيعرضها لي. فيفضل لو استعملت سي، بس دي برضو هتشتغل.
يعني لو جربنا كده اهي نفس الشكل بالظبط. فبراحتكم، اللي عايز يستعمل سي يستعملها، اللي عاوز يستعمل الهاشز دي باعتبار ان هو عارف النتيجة النهائية هيبقى فيها كام رقم بالظبط، كل شخص بقى ايه، دي حاجة ترجع له.